مجدا وإكراما إكراما وموجها للثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته ومحبته الآن وإلى دهر الدهرين أمين. قراءات اليوم كما سمعناها يا أحبائي يتكلم فيها مسيحنا القدوس كيف نسلك أيام غربتنا. كيف نسلك أيام غربتنا بسلام لكي ما ندخل ونتمتع بملكوت السماوات. في البولس يتحدث عن حياة الثبات. الثبات في الله. وكما قال القديس بولس الرسول إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر الذي ليس هو آخر. المتقلقل شوية هنا وشوية هنا. أي فكر جديد بالنسبة له يتنجل ليه ويدور عليه. وما أكثر حدوث هذه الأمور في هذه الأيام بعد سهولة انتقال الأفكار من خلال الميديا. نسمع عن كم من المدارس التي تتحدث في كل نواحي الأمور الدينية، وللأسف نجد كثيرين يتفاعلون معها، بل ومنهم من يقتنع أكأن المسيحية دين جديد بيتبشر به هذه الأيام. لذا من يريد أن يدخل السماء عليه أن يسلك على آثار الغنم كما علمونا آباءنا. وانظروا إلى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. لذا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية لا نترك شيئا عشوائيا، بل كنيستنا كنيسة ترتيب ونظام. نعرف الطريق الذي هو المسيح الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. فطريق مسيحنا واضح في كنيستنا المقدسة محدد المعالم. كل الأمور كتب عنها آباءنا. الأمور الطقسية والأمور العقيدية والأمور اللاهوتية لم يتركوا شيئا صغيرا أم كبيرا، وتركوا لنا ميراثا، وتركوا لنا سيرتهم النقية. فحبيبنا وقديسنا العظيم الأنبا بيسنتاوس اللابس الروح من أباء القرن السادس وبداية القرن السابع الميلادي، ها نحن مجتمعين لنحتفل بعيد نياحته ونذكر فضائله ونذكر حياته المقدسة التي سلكها، ونتخذها لنا نبراسا لنسلك خلفه. اسلكوا على آثار الغنم في الصحراء، صحراء العالم بكل عثراته وسلبياته. لا تنتقلوا سريعا إلى إنجيل آخر الذي ليس هو آخر. فلا
تجري وراء فكرة جديدة. البعض الآن يحكي عن خطية آدم، هل نحن أخطأنا مع آدم أم ورثنا الموت فقط؟ موضوع قتل بحثا وكتب فيه أباءنا واجتمعت مجامع مسكونية مقدسة، أباء عظام، وكتبوا كل ما كتبوه، وشرف وكرامة لنا أن يكون أبطال هذه المجامع القديس العظيم أثناسيوس الرسولي، والقديس كيرلس عمود الدين، والقديس ديسكورس بطل الأرثوذكسية العظيم، ونسير إلى مثلث الرحمات قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، ويعطي المسيح إلهنا العمر لأبينا قداسة البابا طوادروس الثاني، يقود المسيرة والحفاظ على حياتنا الأرثوذكسية المستقيمة. لا تنتقلوا سريعا يا أحبائي، إن أردت أن تدخل السماء، إن أردت أن تدخل الملكوت، ليكن لك ثبات ومبدأ. نعم، نريد أن نقرأ، لو عندنا وقت فاضي نقرأ ده ونقرأ ده ونقرأ ده، لكن نهتز وننتقل. هنا يقول إني أتعجب أنكم تنتقلون هكذا سريعا عن الذي دعاكم بنعمة المسيح إلى إنجيل آخر، الذي ليس هو آخر، غير أنه يوجد قوم يزعجونكم ويريد أن يحولوا إنجيل المسيح. إن كنا نحن أو ملاك من السماء يبشركم بغير ما بشرناكم فليكن محروما. إيه ده؟ قوة. نعم، حياة الثبات في المسيح من أساسيات الإنسان الداخل للملكوت. وأيضا يأتي الكاثوليكون من رسالة القديس يهوذا ليؤكد على نفس المعنى بحياة الجهاد. أنتم يا أحبائي اذكروا الأقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح، أنه في الزمان الأخير سيأتي قوم طغاة سالكين بحسب شهوات نفاقهم، هؤلاء المعتزلين بأنفسهم، نفسانيون لا روح فيهم. نقرأ رسالة القديس يهوذا الأصحاح الأول 14-25، مواصفات هؤلاء الأشخاص. لكن انتوا خدوا بالكم، القادر أن يحفظكم غير عاسرين أو معسرين ويقيمكم أمام مجده. الثبات مع الجهاد، لا تلتفت يمينا ويسارا مع من يغريك ويقول لك إنه إنجيل آخر. فالإنجيل في كنيستنا القبطية مقروء في القراءات الكنسية، نحياه في سلوكياتنا، مترجم في أسراره المقدسة، مخبأ بكامله. إنجيلنا، عقيدتنا تفسره، ولاهوت مسيحنا نحياه كحياة، وليست كلمات وليست ألفاظ وليست جمل طنانة أو رنانة، بل هو حياة. هذه هي كنيستنا الأرثوذكسية. وفي العالم سيكون لكم ضيق، التلاميذ يكرزون باسم المسيح إلهنا، وها هم اليهود الكتبة والفريسيون يقبضون عليهم ويضعونهم داخل السجن، واجتمعوا وبعتوا يجيبوهم.
نسيوا أن ملاك الرب حال حول فيه وينجيهم. فملاك الرب فتح أبواب السجن وأخرج التلاميذ، طلعهم كلهم. كانوا فرحين يسبحون الله حتى داخل السجن. خرجوا ودخلوا المجمع يكرزوا بالمسيح إلهنا، واللي سجنوهم مجتمعين عشان يحكموهم، بعتوا يجيبوهم ما لقيوهمش. الله، هم راحوا فين؟ الناس اللي بتدوروا عليهم واقفين يكرزونا باسم المسيح. ايه يا رب؟ ايوه انا معاكم. في العالم سيكون لكم ضيق، طباكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل الشر من اجل كاذبين. افرحوا وتهللوا، ان اجركم عظيم في ملكوت السماوات. في العالم سيكون لكم ضيق، لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. ارسلتكم كحملان في وسط الذئاب، بس ما تخافوش، ها انا معكم كل الايام. هحطكم في السجن، لا هبعت ملاكي ويطلعكم من السجن، ولو رموكم في النار انا هبقى معاكم وحول لكم النار مثل الندى البارد. سمعنا قصة استشهاد القديس ابا هور، احد قديسي هذا اليوم، وايضا قديسي هذا اليوم الرب كان معهم حتى في جهاداتهم، وهم في الجهاد كانوا سبب لإيمان ولاه وإيمان شعوب. وزي ما قال إن دماء الشهداء كانت بزارا للإيمان. ملاك الرب حل حول خائفيه، الثابت في الإيمان، المجاهد في الطريق إلى السماء. ملاك الرب بجواره، تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذا نحن لنا ثقة أن مسيحنا معنا يقودنا في موكب نصرته، وها هو يبسط لنا مسيحنا كيف ندخل السماء. ببساطة شديدة تقدم التلاميذ وقالوا له مين الأعظم، فجاب طفل ورفعه في وسطيهم، قال لهم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد لن تدخلوا ملكوت السماوات. لتكن حياتكم بسيطة، ولتكن عينكم بسيطة، وليكن كل فكركم بسيط، وإن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. حياة البساطة تقودنا بسرعة نحو السماء، حياة البساطة تدخلنا إلى الملكوت. فالعين البسيطة لا تعسر أحد ولا تعثر من أحد، أما العين الفاحصة اللي بتقعد تدور وتلف وتبص يمين وتبص شمال وعايزة تستقصي وعايزة وعايزة وعايزة، كثيرا ما تعثر وكثيرا ما تشتهي ما لغيرها. والكتاب قال إيه؟ اخلع عينك إن أعثرتك، خير لك أن تدخل ملكوت السماوات وأنت أعور من أن تدخل جهنم ولك عينان. لتكن عينك بسيطة، لا تفحص في مال غيرك، انظر إلى نفسك، افحص ذاتك كما علمنا أباءنا. اجلس واحفظ، ابحث في ذاتك وانظر إلى نفسك حتى ما تستطيع أن تكتشف أخطاءك وتقدم عنها توبة لتدخل إلى السماء. وأيضا يدك وأيضا رجلك، لا تترك عضو من أعضاء جسدك يقودك للخطأ وللخطية. كن بسيطا في كل شيء، وبهذه الطريقة تدخل ملكوت السماوات. ملكوت السماوات سهل جدا على البسطاء، على قلوب الأطفال اللي ما بيخصموش واللي بيغفروا واللي بيسامحوا واللي ما بيدينوش، وصعب جدا على اللي بيتنقلوا كل شوية وراء أفكار جديدة، ولا على اللي عندهم عينين تبحث يمينا ويسارا ويعثر كثيرا من عينيه ومن يديه ومن رجليه. تبقى صعبة
تبقى مستحيلة كمان عليه. لذلك يا أحبائي، مسيحنا في بساطته دعانا لكي نكون بسطاء. كونوا حكماء كالحيات وبسطاء كالحمام، حتى ما نستطيع أن ندخل ملكوت السماوات. ها ملكوت الله داخلكم، وملكوت الله هنا على الأرض في كنيسته المقدسة، وهناك في السماء مع مسيحنا القدوس الذي أحبنا. تعالوا نسعى ونركز، ونركز بأعيننا نحو السماء، حتى ما نستطيع أن نسير في هذا الطريق مسنودين بقوة مسيحنا القدوس، سالكين كما سلك أباءنا القديسين، بعد عمر طويل نصل إلى السماء مع مسيحنا القدوس. الله قادر أن يبارك هذه الكلمات، بركة اسمه القدوس، بركة أمنا الطاهرة من نور مريم، بركة القديس العظيم الأنبا بيسنتاوس اللابس الروح، وبركة قديسي هذا اليوم. لإلهنا كل مجد وكرامة وعزة وسجود في كنيسة المقدسة من الآن والأبد. آمين. أغنية خن ما اسميني إس أو بنت باي إيه بي أوي بي أوي كتا بفراني من را تي انت بي خريستوس أربرز بفيني أربرز بفين ريه غنو أبي أرشي أنجلوس إنس أوب ميخائيل بأرخناني في أو أنت في كان نوفيناني فولت من شايس ريه غن من يوزست أوب زيكيو سنت خذ ابن ماتو فروس انت فكان النوبي نانيبو جيف اسم روت جيف يوت شيرين ابن عيثو تيتري ياسد جيك بول تن اوشت مستنتي او